وصفة الليل حتكون عن آيس كريم الشوكولاتة بثلاثة مكونات بس وفي خطوة واحدة بس، والآيس كريم بتاعنا يكون جاهز كريمي وغني جدا لذيذ وسهل التحضير. يلا نشوف طريقة تحضيره. المكون الأول حيكون كريمة الخفق، هحتاج لكوباية كبيرة منها 250 ملي اللي هي كوباية العصير الكبيرة. أهم حاجة الكريمة تكون باردة جدا. البديل لها 2 من الدريم ويب مع كوباية حليب بارد جدا، أو 1/2 كوباية من الكريم شانتيه مع كوباية حليب بارد جدا، الاتنين بدون نفس عمل كريمة الخفق. المكون الثاني الحليب المكثف المحلى، هحتاج منه 1/2 كوباية، وآخر حاجة هنضيف الكاكاو. هحتاج ل1/2 كوباية من الكاكاو كمان، دي 1/4 كوباية، وهضيف 1/4 وأنا بخفق لقدام. يعني في خطوة واحدة هنضيف كل المكونات ونخفقهم مع بعض. بعد كده هنشغل المضرب بتاعنا ونخفق لمدة 3 دقائق متواصلة لغاية ما يتحصل على خليط كريمي بالطريقة دي. ما نزيد من 3 دقائق عشان الكريمة ما تمسك معانا كتير، احنا عايزين القوام كده سايل شوية عشان الايس كريم يطلع معانا قوامه حلو. وبس كده انتهينا. هننزل الايس كريم في اي قالب او اي علبة، خبطتين كده بس لما سيبهم سطح الايس كريم، وبعد كده هنقفله وهندخله الفريزر 6 ساعات اقل حاجه. وبعد 6 ساعات الايس كريم بتاعنا جاهز. شايفين قوامه كيف كريمي زي بتاع المحلات بالضبط، واحلى كمان. جربوه ان شاء الله حتحبوه خالص. كل المكونات حتلقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنسوا تضغطوا لايك لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. وما ننسى كمان ندعي لسوداننا، ربنا يرجعه سالم آمن يا رب العالمين، ويحفظ أهلنا ويغطي عليهم. ومع السلامة في وصفة جديدة.